وزي كفن تبع الموجة. عضو مبادرة إسناد لمستشفى تجارويل. المجموعة هذه سميناها مجموعة إسناد. الدور متاحة هذه باش نلموا شوية تبرعات من أهالينا داخل مدينة تجارويل وداخل الوطن وخارج طرابلسي في محاولة لإسناد قسم كوفيد للمستشفى المحلي بتجارويل بتوفير آلات تكثيف أكسجين مكثفي أكسجين وكميات من الأدوية الخاصة بمرضى كوفيد 19. الحمد لله بتضافر الجهود تبرع الأخيان في تجروين وخارج تجروين وخارج الربع الوطني تم ضخ مبلغ بالي تطوعا وتبرعا ينهز 37,000 دينار. مشكورين برشا في ظرف أسبوع المبلغ هذا يتلم. وفرنا بهم 6 آلات تكثيف أكسجين سعة 4 منهم سعة 10 لترات وزوز سعة 5 لترات وكميات هامة من الأدوية خاصة بمرضى كوفيد والمساعي إن شاء الله متواصلة باش نزيدو ندعمو البادرة هذه. دكتور عبد الرؤوف جيجلي ميدسان شيف سير كونسكريبسيون تجروين ميدسان ريسبونسابل سيرفيس كوفيد بارك الله فيهم. جمعية إسناد جات لنا عاونتنا في كونسنتراتور وأدوية إن شاء الله باش يمشيو للمستحقين. بالنسبة للكونسنتراتور باش نحاولوا أن سيش سيرتو باش نعطيهم لي باسيون اللي يستحقوا اكسجين في الدار باش ينقصوا علينا حتى لي بلاص في السيرفيس. المعزين اللي ما ينجمش باغ اكزومبل خاصه تو ثم ازمه كبيره ياسر في لي كونسونتراتور معناها باش يساعدنا برشا سيرتو لي باسيون اللي يبداو في الدار يستحقوا اكسجين هذوكم هم الاولى. بالنسبه للادويه ثم ادويه خاصه بالسيرفيس باش تمشي لقسم الكوفيد كما البعض كما لنا قصارى ثم أدوية خاصة للسيرفيس ثم أدوية تمشي للمرضى خاصة محدودي الدخل ما نجمش يشري دواء دوك باش يساعدوهم أن نعطوهم أدوية خاصة سيرتو للكوفيد ما نجمش يشري نجم ياخذ معنا شوية دواء على الأقل يعاونوه.